تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لتلميذ يعتدي على أستاذه بطريقه السرية أمام مجموعة من التلاميذ والأطر التربوية بإحدى ثانويات ولاد حريز. وفق ما جاء في تعليقات الرواد على الفيديو، وظهر في الفيديو التلميذ وهو يركض في ساحة الثانوية في اتجاه الأستاذ، ثم حمله ورماه أرضا وسط صراخ زملائه. وتدخل عدد من الأساتذة والتلاميذ لإيقاف الشاب الذي كان في حاله السيرية، مؤكدا أن الأستاذ هو من اعتدى عليه وضربه أمام زملائه. وجاءت واقعة الاعتداء هذه لتضاف إلى عديد من حالات الاعتداء التي شاهدتها مجموعة من ثانويات المملكة خلال السنوات الأخيرة.